خلال السنتين 2019 و2020 سيتم خلاله المشاركة في 53 معرض دولي، سيكون لإفريقيا الحظ الأوفر والحيز الأوفر بحوالي 25 معرض لمواكبة فتح المعابر الحدودية مع موريتانيا، النيجر ومالي، وكذلك تنمية المناطق الحدودية. إذن الآن إننا في استكمال هذه الاستراتيجية، كل المعارض اللي نقوم بها إن شاء الله في إفريقيا، وهي 25 معرض إن شاء الله في إفريقيا بين 2019 و2020، تكون مواكبة مع كل ما نعمل به هنا في الإطار الداخلي.